اليوم وهو على قاعة جمعية التشكيليين العراقيين فرع نينوى، وقيم المعرض المشترك خريف 2024، معرض شمل مجموعة من الفنانين والفنانات من مدينة الموصل. شمل المعرض على مجموعة من الأعمال المختلفة والمتنوعة من جميع المدارس. المعرض رسالة سامية من مدينة الموصل إلى العراق العظيم وإلى العالم بأسره أن مدينة الموصل تنبض بالحياة وتنبض بالألوان. معرض صيف 2024 اللي تقدمه جمعية التشكيليين العراقيين فرع محافظة نينوى، يعد هذا النشاط وباكورة نشاطات جمعية التشكيليين في محافظة نينوى. شارك في هذا المعرض 31 فنان وفنانة كبداية لنشاطات الجمعية بعد التوقف أثناء العطلة الصيفية، وبداية هو بداية السنة الدراسية. تضمن أساليب كثيرة، منها التعبيرية الرمزية، التعبيرية الواقعية التعبيرية. اليوم نحن في المعرض الخريفي الأول لجمعية التشكيليين العراقيين في نينوى. هذه الجمعية التي عودتنا على معارض جميلة، وهذا المعرض ضم العديد من اللوحات الفنية في مختلف الاتجاهات الفنية وأيضا لمختلف الرواد والشباب. المعرض هو عبارة عن رسالة جميلة إلى كل العالم أن مدينة الموصل مدينة تنبض بالحب والجمال والإبداع، وأيضا هذا المعرض هو رسالة يؤكد فيه الفنان الموصلي على عمق الإنسان الموصلي وارتباطه بمدينته